كيف أخفقت الأمم المتحدة ومبعوثها في إنجاز سلام يمني؟ وما هو موقفها من فشل المشاورات الأخيرة؟ كيف تحولت اليمن لأزمة هامشية رغم كونها أم الأزمات الإنسانية والسياسية؟ وما هي خطورة هذا الفشل وتداعياته على المنطقة؟ أهلا بكم. انفض المشاركون في جنيف كما انفضت معهم الآمال بتحقيق أي تقدم في طريق السلام، تلك الآمال التي جلبها المبعوث الأمم الجديد الذي جاء محمولا على قوة بريطانيا وحضورها في الملف اليمني. لكن كما يبدو أن المشاورات فقدت جدواها وباتت مجرد فضاء واسع لانعدام الأمل، وأن جريفيث لا يبدو إلا صورة مكررة عن سابقيه، وأن الدلال الذي تحظى به الميليشيا بات يكسر قواعد وأعراف الأمم المتحدة تجاه أزمات الشعوب. اليمنيون اليوم باتوا على هامش الأحداث مجرد بلد يعاني الصراع المسلح، والرهانات تقول إن على اليمنيين تحقيق سلامهم بأنفسهم. لكن هل يأتي سلام من ميليشيا؟ الشرعية والتحالف يراهنان على أنه من لم يأتي بالسلم سيأتي بالسيف، لكن سلم السيف وفقد سداده ولم يعد يمضي إلا في أجساد اليمنيين. انهارت مشاورات جنيف، ماطل الحوثيون ورهنوا حضورهم بنقل قياداتهم الجريحة إلى خارج البلاد للعلاج. المبعوث الأممي رغم ذلك تحدث عن كل شيء إلا أن يدين وفد الميليشيا بإفشال المشاورات. خسر جريفيث سباقه وحمل عثرته الأولى وخيبة أمل كبيرة لليمنيين بإيقاف الحرب والبحث عن مخرج للسلام. وبدلا من إعلان فشله تحدث المبعوث عن مشاورات ناجحة لكن من طرف واحد، وهي تلك التي أجراها مع الوفد الحكومي اليمني، غير أن وزير الخارجية خالد اليماني رئيس الوفد الحكومي اتهم المبعوث الأممي أنه لم يكن حازما مع الحوثيين بما يكفي. وأنا أرى أيها السادة إن تصريحات المبعوث الخاص التي أدلى بها للتو كانت مع الأسف تعمل على ترضية الجانب الانقلابي والتماس جميع الأعذار له فيما كانت تصريحات السيد مارتن جريفيث معنا ومع بقية الشركاء تعبر عن عدم الرضا لهذا السلوك غير المبرر. لا جديد في موقف الميليشيات المتصلب من أي مشاورات أو حلول تنهي الصراع في اليمن، وهو الأمر الذي يضعهم مجددا في مواجهة شعب أنهكته الحرب. الجديد أن الأمم المتحدة باتت تنظر إلى الملف اليمني بمعزل عن استحقاقات السلام الدائم، فالملف اليمني بات خارج دائرة الاهتمام الأممي، وباتت الحوارات تدور حول حلول جزئية لمشكلة كبيرة بحجم مأساة شعب. الضبابية الأممية في تسمية معرقلي المشاورات تطلق الشكوك حول سلامة الموقف الأممي من الأزمة اليمنية، وتؤكد أن الأزمة اليمنية باتت أزمة هامشية رغم كونها أم الأزمات الإنسانية والسياسية. إذا مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة هنا في الاستوديو الأستاذ عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، وكذلك سينضم معنا عبر سكايب الأستاذ هاني الأسودي المحلل السياسي من جنيف. مساء الخير لكما ضيفي العزيزين. نعم، إذا أبدأ معك دكتور عادل، انتهت المشاورات قبل أن تبدأ برأيك يعني، وذلك بطبيعة الحال نحن نعلم أنه بسبب عدم حضور الميليشيا، كيف تتابع ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذا ليس جديد في سلوك الحركة الانقلابية، هو يعني واضح إذا تتبعنا سلوك الانقلابيين منذ يعني بدء نشوء المفاوضات في جنيف الأولى، يعني تأخروا 24 ساعة. نعم. وأيضا في مفاوضات بيل تغيبوا عن الجلسات الأولى، وأيضا في الكويت تغيبوا لأيام طويلة ورفضوا أيضا التوقيع على التفاهمات التي وقعته الحكومة، وكان هناك تعنت واضح ورسالة يؤكد عليها الانقلابيون في يعني رفضهم وتمردهم وتعنتهم.
لكن يبدو أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة لا تريد أن تفهم طبيعة الانقلاب في اليمن، تحاول أيضا أن تفرض وتدلل الحركة الانقلابية بشكل يفرضه أيضا على الشرعية وعلى اليمنيين، لكن الحوثيين يحاولون أيضا تكرارا ومرارا يعني تجسيد هذه الحقيقة المتمردة على المجتمع الدولي. أعتقد أنه الآن الأمم المتحدة تشعر بمرارة، وعلى وجه الخصوص المبعوث الأممي الذي يشعر الآن بصدمة جراء ما حصل، خاصة أنه قد حاول بذل جهودا كبيرة في إقناع الحوثيين وانتزع منهم وعد، هو الآن يجد يعني هذه الوعود تتبخر ويرفض الحوثيين مجرد الحضور للمبعوث. لكن لم يبدو يعني فاقدا للأمل أو كالمصدوم، وإنما تحدث بأنه المشاورات ستستمر، ويعني تحدث بصورة إيجابية بشكل واضح. هو بطبيعة الحال لا يريد أن يظهر حالة الانكسار، حالة الانهزام، لأنه رجل مشهور عنه يعني بأنه حقق في سجل حياته أنه يعني رجل ناجح وحقق انتصارات كثيرة. في هذه الجولة أيضا كان يتمتع بمعنويات كبيرة وأدلى بأكثر من تصريح بأنه سيحقق أيضا نجاحا واختراقا للعملية السياسية باليمن، وكان أيضا مدعوم يعني بجهود دولية في هذا الخصوص، لكن هو الآن يعني فعلا يواجه أزمة حقيقية، هو مأزوم في حقيقة الأمر. هو لا يريد أن يقول بأن الحوثيين صدموه في هذا، هو يحاول أيضا أن يحدث اختراق، يحاول أيضا أن يتكلم بدبلوماسية عالية بأن الأزمة المشاورات لا زالت جارية، وأنه سيزور أيضا مسقط وصنعاء في إعطاء صورة بأنه يستطيع أيضا أن يكمل مساره، وأن هناك أمل يمكن أن يعقدها اليمنيون أيضا على هذه المشاورات. لكن في حقة الأمر الأمور كشفت منذ البداية، أعتقد أنه البداية مؤلمة وصادمة ليس فقط للمبعوث الأممي ولكن للعالم كله الذي كان يعول أيضا في إحداث اختراق، خاصة أن المعارك كانت تتجه في اتجاه الحديدة، وكان هناك أيضا جهود دولية لإيقاف العملية العسكرية وإعطاء أيضا فرصة للعملية السياسية. العملية السياسية تنهار الآن، والمجتمع الدولي أمام حقيقة تتجسد بشكل مستمر من حركة انقلابية ترفض تماما العمل السياسي والانقرار نحو العملية السياسية. نعم، دعنا نشك معنا الباحث السياسي الأستاذ هاني الأسودي والذي هو معنا عبر سكايب. أستاذ هاني، يعني ضعنا في صورة انتهاء ما يفترض أنها مشاورات والتي حضرها فقط الوفد الحكومي. حقيقة الوفد الحكومي حضر مبكرا في الميعاد كان مقررا، واعتقد انه كان جلي هنا لكل المتابعين ان الوفد الحكومي كان قادم الى عمليه سلام او بناء الثقه كما سماها مبعوث الامم المتحده. اهم اجراءات بناء الثقه كانت هي ثلاث مسائل المفترض ان يبحثوا فيها، مسالتين منهم ركز عليها المبعوث الاممي وخاصه في الفراق عن المعتقلين، والمسألة الأخرى كانت في وجود ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية. كان هذا الهدف المعلن منذ اليوم الأول حتى اليوم الثاني بعد حضور الوفد الحكومي، تحول هدف المبعوث الأممي للأسف إلى مجرد حضور الحوثيين، بدل أن يكون حضور الحوثيين مجرد وسيلة لبناء مشاورات حقيقية أصبح هدفه لحضور الحوثيين، خاصة بعد أن وضعوه في موضع محرج للغاية مهددين وظيفته كمبعوث أممي. صراحة المبعوث الأممي لم يرد أن يدين الحوثيين إدانة شاملة، لأن هذا يعني فشل مهمته فشلا ذريعا، وبالتالي هو حاول أن يلتمس لهم الأعذار. حاول في مؤتمره الصحفي الذي قاله قبل ساعات من الآن صباح اليوم أن يبرر، أن يقول أن الحوثيين كانوا يودون المشاركة ولكنهم لم يستطيعوا المجيء. أعتقد أنه كان بيان هزيل جدا. أعتقد أن موقف الأمم المتحدة يجب أن يكون أكثر حزما من الآن وأكثر حزما بهذه الطريقة. الحوثيين كما عادتهم، كما قال الزميل لديك في الاستديو، أنهم كعادتهم دائما ما يوجدون العراقيل دائما في اللحظات الأخيرة لتواجدهم في محاولة ابتزاز. نعم أستاذ هاني، يعني الحوثيين كانوا يؤملون أيضا على وجود انتصارات عسكرية في الحديدة قد يحققونها، ولكنهم عندما لم يجدوا تلك الانتصارات ففضلوا عدم المجيء، إضافة إلى أنهم كانوا يودون إخراج بعض
المطلوبين أعتقد من صنعاء أو بعض الخبراء الإيرانيين كما تداولت كثير من الأخبار. نعم أستاذ هاني، يعني كيف كانت ردود الأفعال في جنيف من قبل الحكومة والدبلوماسيين الموجودين أيضا والوفود التي شاركت لحضور هذا اللقاء؟ أعتقد أن الدول 19 الداعمة للعملية السلمية في اليمن كانت منصدمة جدا وعبرت عن استيائها بوضوح لعدم وجود الحوثيين. قد لا تمارس ضغوط حقيقية على الحوثيين وهذا شيء مؤسف للغاية، ولكن كان إبداء الأسف على الأقل موجود على عكس موقف الأمم المتحدة ومبعوثها في اليمن. أعتقد أن الوفد الحكومي اليمني أيضا عبر عن استيائه الشديد من موقف المبعوث الأممي، وأشاد بالجهود الذي قدمها المبعوث الأممي، ولكنه عبر عن استيائه لبيانه الصحفي وتصريحاته الصحفية اليوم في مؤتمر الصحفي. أعتقد أن الحكومة اليمنية ستحرص على وجود ضمانات أكبر في المرات القادمة إذا وجدت جولات قادمة في المشاورات، وستكون حريصة على تواجد الحوثيين أولا ثم تواجدها. نعم، إذن أعود إليك دكتور عادل. دكتور عادل، وزير الخارجية اليوم خرج بمؤتمر صحفي بعد المؤتمر الصحفي الذي أقامه مارتن جريفيث، وقرأ بيان عبر فيه عن استيائه أو استياء الحكومة الشديد من دلال المبعوث الأممي للميليشيا، وعدم يعني وأن هذا التدليل ربما سيغريهم بصورة أكبر لعدم احترام قوانين أو المجتمع الدولي والأمم المتحدة. ما رأيك بردة الفعل؟ وفي الحقيقة يعني تعنت الحوثيين ومثل تحدي للقرارات الأممية وتحدي على وجه الخصوص للمبعوث الأممي، لكن في الحقيقة الأمر هو يمثل نجاح كبير للشرعية، الشرعية التي تعرضت لكثير من الضغوط وكثير أيضا من التحديات التي تواجهها في العمل المنهج للتحالف في تقويض سلطانها ودورها في المحافظات المحررة أو من قبل الحركة الإنقلابية في الشمال. فهي الآن يعني تحقق نجاح كبير في هذا الحضور الدولي، في هذا الالتزام أيضا بالمبادرات الدولية. الآن الجميع يتكلم عن دور الشرعية وعن نجاح الشرعية وعن أيضا يعني مبادرة الشرعية في التعاطي مع القانون الدولي، مع المبادرة الدولية، مع التزاماتها، مع اتجاه مسؤوليتها نحو الشعب اليمني والتحول للعملية السياسية ومحاولة اختراق لهذا لعملية الحرب التي يعني دمرت الحرث والنسل في اليمن. الشرعية تعمل بمسؤولية، الشرعية تنجح في عملية يعني تحريك العملية السياسية، لكن الخلل جاء من قبل الحركة الانقلابية التي تقصر بشكل دائم ومستمر لعملها الانقلابي الرافض تماما لأي عملية سياسية أو تحول بالأزمة اليمنية إلى الانفراج. وبالتالي هذه النقطة أعتقد أن يعني خطوة في طريق أيضا يعني تجسيد دور الشرعية، حضور الشرعية في المسار الدولي، وفي أيضا تجسيد دورها ك يعني حامل للمشروع الوطني وللمرجعيات في الساحة اليمنية، وكما أيضا تدين بشكل كبير من قبل هذا أيضا الشعور الذي والإحباط الذي يعني انتاب المبعوث الأممي وأيضا المجتمع الدولي الذي كان يعول على المبعوث الدولي من خلال أيضا جهوده التي استمرت لشهور في محاولة اختراق العملية السياسية. الآن الحوثيين يمثلوا يعني وجهوا صدمة كبيرة يعني للمبعوث الدولي وأيضا الإرادة الدولية في هذا العمل الغير مسؤول. الحكومة اليمنية تعبر طبعا عن يعني صدمتها كما هي صدمة المجتمع الدولي والمبعوث الدولي من هذا العمل الأخرق الغير مسؤول من قبل الإنقلابيين، لكنها في حقة الأمر تحقق نجاح كبير، تحقق يعني خطوة في طريق أيضا التعاطي مع المجتمع الدولي. الرئيس هادي أيضا يؤكد على هذا الجانب ويستثمر هذه اللحظة التاريخية التي يحقق أيضا وفده يعني دور في الطريق أيضا يعني تقديم ما يمكن تقديمه لليمنيين الذين يتطلعون أيضا إلى عملية اختراق للعملية السياسية، خاصة وأن المبعوث الدولي كان قد حدد يعني نقاط يعني كان يمكن أن يعني يسير بها إلى الأمام في مسألة يعني حلحلة الرواتب وأيضا فتح الممرات وأيضا المعتقلين، وهي قضايا إنسانية في المقام الأول تمس المواطنين، وكان يتطلعون إلى تحقيق انفراج في هذه النقاط الثلاث. لكن الحوثيين كعادتهم
أيضا وجهوا قلنا طاعنا للعمل السياسي وللعملية السياسية برمتها. نعم، إذا أستاذ هاني، يعني بريك، ما هو السبب الذي يجعل الأمم المتحدة ترفض يعني تحميل الطرف المعرقل للمشاورات السياسية، على العكس تتعامل ربما يعني كما وصفها وزير الخارجية بدلال واضح للميليشيا، بحيث يعني يصرح مبعوث الأمم المتحدة بأنه يكرر ثلاثا كما قال أن حركة أنصار الله متجاوبة وكانت تود الحضور ولكننا لم نتفق على بعض شروط المجيء، يعني كيف تفسر ذلك؟ أعتقد أن الأمم المتحدة وكعادة مبعوثيها في الأزمات دائما ما تحاول عدم تحميل الأطراف مسؤولية عدم مجيئها أو مسؤولية إفشال المفاوضات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا أعلن المبعوث الأممي عدم استطاعة إقناع الحوثيين بالمجيء إلى المشاورات، أعتقد أن مهمته هنا ستنتهي. هو لا يريد لهذه المهمة أن تنتهي، يريدها أن تستمر. ضاربا، أنا أعتقد أن ما حدث ببيانه اليوم كان فعلا مهزلة أممية، ضاربا بطموح اليمنيين في إنهاء الحرب وبمعاناتهم عرض الحائط. أعتقد أنه كان يجب وضع حد لهذه الميليشيا. كان من المتوقع جدا ألا تفي الميليشيات بالتزاماتها. الميليشيا لم تفي بالتزاماتها تجاه القرار 2216، وهو قرار لمجلس الأمن ملزم وتحت البند السابع أصلا، فكيف لها أن تفي بالتزاماتها أمام وعود قطعتها للمبعوث الأممي؟ أعتقد أنك صار جليا الآن وواضحا للعالم أجمع، وخاصة للدول 19 الداعمة للعملية السلام في اليمن، أن هذه الجماعة من الصعب أن تقدم إلى حوار، وأنها أو أنها تفكر أصلا بمعاناة اليمنيين وما يجري من أزمة إنسانية حقيقية حاليا في اليمن. نعم. أعتقد أن الميليشيا، أن المبعوث الأممي أعطى لهذه الميليشيا الكثير والكثير والكثير، ولكنها تجاهلت بذلك، تجاهلت ذلك وضربت بها عرض الحائط. وأعتقد أن أي مشاورات قادمة لن تكون حاسمة في المستقبل إلا بعد أن يتحسن الوضع العسكري في الميدان. نعم، لكن أستاذ هاني، يعني ربما هذه ليست المرة الأولى التي تتعامل الأمم المتحدة بسياسة النفس الطويل مع الميليشيا، والتي تظهر في كل مرة يعني بأنها لا تحترم المجتمع الدولي ولا قانون الأمم المتحدة ولا أي شيء. برأيك هل ما زال في اليمنيين متسع لهذا النفس الطويل الذي تتعامل به الأمم المتحدة وكأن الحرب لم تقم إلا منذ 3 أيام أو 3 أشهر؟ يعني أكثر من نحن الآن في السنة الرابعة، يعني شيء لا يعقل أن يحتمله المواطنون البسطاء. سيدتي، تعاملت الأمم المتحدة منذ البداية مع الملف اليمني كأسهل الملفات في المنطقة. هي ترى أن الملف السوري والملف الليبي أكثر تعقيدا، ولكن الملف اليمني سهل السهل حلحلته. تفاجأت الأمم المتحدة عبر مبعوثيها الثلاثة الذين عينتهم في اليمن أن الملف اليمني أكثر تعقيدا مما توقعت. أعتقد بعد المشكلة الأخيرة هذه وعدم حضور الحوثيين إلى جنيف، أنها أدركت تماما الآن أن الملف اليمني تعقيدا. صحيح أن الأمم المتحدة من سياستها عدم إدانة الأطراف بالغالب، لأنها ترى نفسها دائما كوسيط، وأن الوسيط لا بد أن لا يدين الأطراف، لأنه في حالة إدانته للأطراف فإنه سيفقد التواصل معهم. أعتقد أن هذه السياسة لابد أن تكون أكثر حزما، لابد من التلويح بخيارات أخرى، لابد من التلويح بعقوبات ما تجاه الحوثيين، لابد من تفعيل القرار 2216. وأعتقد أن الحوثيين يخافون من القوة أكثر من الكلام الناعم الذي تمارسه الأمم المتحدة، وسيقدمون انصياع أكثر والتزامات أكثر إذا ما أجبروا على ذلك. أعتقد أن لدى الدول 19 خيارات أكثر في الضغط على الحوثيين وإجبارهم على الانصياع للحضور إلى المشاورات على الأقل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك هاني الأسودي الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف عبر سكايب من جنيف.
عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني برأيك ما هو دافع الحوثيين من عدم حضور جنيف؟ يعني هناك من يقول بأنها وجدت صعوبة في يعني المناقشة حول الملفات التي كان سيتم طرحها، ملف المعتقلين و يعني فتح مطار صنعاء ربما كان سيكون بإشراف الأمم المتحدة، ويعني العديد من النقاط التي لم يجرؤ الحوثيون على مناقشتها. في الحقيقة الحركة الانقلابية لا تريد أن تقدم تنازلات، هي حققت مكاسب على الأرض، هي الآن أمر واقع، فرضت نفسها عن طريق أيضا القوة والسلاح. العمل السياسي في الحقيقة يخدم الشرعية ويخدم أدبيات الشرعية ويخدم المرجعية التي يعني تدعم الشرعية بشكل واضح. أي اختراق للعملية السياسية سيقود أيضا إلى عمل سياسي مكثف، في النهاية سيجسد دور الشرعية على الأرض باعتبار أن الانقلاب هو خارج عن القانون وخارج عن الانقلاب، وكل مكاسبه أيضا قامت أيضا على باستخدام القوة وخارج أيضا قواعد العمل السياسي واللعبة السياسية، وبالتالي الشرعية الانقلاب بطبيعته يتخوف من السير في هذا الطريق الغير سالك أيضا في وجهة نظر واستراتيجية الانقلاب، وبالتالي هو لا يعني يتشكك دائما ولديه يعني قلق كبير وحساسية كبيرة تجاه ايضا العمل السياسي. نعم، لكن هناك من يقول انها كانت ربما نقاط ستحسب له، خاصة ان يعني النقاط التي كانت مطروحة للنقاش هي يعني تخص الغالبية العظمى من السكان الذين هم تحت سيطرته، فربما كان سيكسب على الاقل بعض النقاط تجاه هؤلاء المواطنين الذي يعد مسؤول عنهم وسيرين بأنه مهتم لأجلهم، لكن الآن على العكس يعني بدأ أنه غير مكترث إلا بنفسه، بجرحه، بشروطه الشخصية فقط. الحركة الانقلابية الحركة الحوثية تفكر أيضا بعموم القضية، بمعنى أنها حققت مكاسب عن طريق القوة، هي لا تريد أن تلج للعمل السياسي، وإن كان في ظاهره أيضا حقق نجاح جزئي لبعض يعني ما ترتئيه، لكن في الحقيقة هو يفتح مسارا واسعا للولوج في عملية سياسية قد تقود أيضا إلى المرجعيات التي تتخوف منها الحركة الانقلابية بطبيعة الحال. الانقلاب والتحالف أيضا في الجنوب حققوا أيضا مكاسب عن طريق أيضا أدوات القوة، وهم الآن يريدوا أن يحافظوا على هذه المكاسب، هم لا يريدون أيضا للشرعية أن تبرز إلى الواقع اليمني عن طريق أيضا التسويات السياسية التي ستعيد دورها وستدعم أيضا وجودها في الساحة اليمنية، وبالتالي هناك الإمارات دفعت بأدواتها لإحداث شغب كبير في المحافظات الجنوبية، إبان أيضا إطلاق العملية السياسية بمحاولة ايضا لاضعاف الشرعيه ولايجاد ايضا امر واقع ايضا في المنطقه الجنوبيه، كما يوجد ايضا امر واقع في الشمال، وبالتالي واضعاف اوراق الشرعيه اثناء ايضا العمليه السياسيه التي تقودها الامم المتحده. هناك ايضا قلق ينتاب هاتين القوتين التي تحاول ايضا ان تستحوذ على الارض وعلى الميدان عن طريق ايضا القوه والسلاح، وبالتالي لا تريد ايضا السير في العمليه السياسيه تعرقل اي مسار سياسي او اي مسار لاختراق العملية السياسية والسير أيضا في اتجاه تسوية وحلحلة الأزمة المحتقنة في اليمن، وتريد أن تحافظ على مكاسبها على الأرض. لذلك الشرعية تتعامل بمسؤولية، تتعامل تسير أيضا يعني خطى يعني حديثة وتقدم مبادرات سريعة باتجاه يعني هي ليست أيضا المرة الأولى التي تقدم الشرعية نفسها بأنها مطواعة وبأنها مستجيبة وبأنها هي من يعني تسعى للحل السياسي، بعكس طبعا الميليشيا التي ظهرت أكثر من مرة بالمظهر السيء الذي لا يود الوصول إلى حل سياسي، ومع ذلك في نهاية المطاف يتم التعامل مع الطرفين كطرفي الصراع، كيف تفسر ذلك؟ هو في الحقيقة المجتمع الدولي لا يريد، هو يعني يعكس بالنهاية إرادة الدول الكبرى التي هي أيضا يعني مع استمرار الحرب. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الكبرى بالعلن يعني تظهر أنها مع العملية السياسية، لكنها تخفي في حقيقة الأمر عكس ذلك، بمعنى أنها تريد استمرار الحرب في اليمن، استمرار الأزمة، إدامة الصراع، لأنها يعني
لعقد صفقات كبيرة من السلاح لإدرار وحلب أيضا دول التحالف في هذا السياق، وبالتالي مصلحتها مع استمرار الحرب، ولهذا هي لا تضغط بجدية في اتجاه أيضا يعني ممارسة دور فاعل على الأطراف في الصراع في اليمن، وبالذات الحركة الحوثية التي تتعند بشكل دائم أمام العمليات السياسية. الدول الكبرى في حقة الأمر هي لا تريد يعني حالة الأزمة باليمن، هي يعني ترتزق من وراء هذا الصراع ومن وراء استمرارية الحرب في اليمن. نعم، إذن دعنا نشيك معنا أيضا الأستاذة رنا غانم، عضو الوفد الحكومي في المشاورات عبر الهاتف من جنيف. مساء الخير أستاذة رنا. نعم أستاذة رنا، هل تسمعينني؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة فنية في الاتصال، سنحاول نعاود التواصل بك سيدة رنا. عودة إليك أستاذ دكتور عادل. دكتور عادل، يعني هل تعتقد أن هذا التعاطي المتراخي من قبل الأمم المتحدة تجاه هذا الملف هو سياسة ثابتة لدى الأمم المتحدة تتم وفق هذا الشكل، أم أن الأمر فعلا يعني لابد من اتباع سياسة النفس الطويل وسياسة الحياد وعدم إظهار من هو المتضرر في إفشال المشاورات؟ في النهاية الأمم المتحدة تقود وساطة يعني لمحاولة أيضا قلنا عمل شيء لحل الأزمة المحتقنة باليمن. الأمم المتحدة بلا شك أنها تتعرض لضغوط كبيرة جدا في المنطقة عموما، هناك أزمات كبيرة يعني تدين دور الأمم المتحدة وأصوات كثيرة في العالم أيضا يعني ترتفع ضد أيضا يعني دور الأمم المتحدة في محاولة أيضا حل هذه الأزمات سواء في سوريا أو في ليبيا أو في يعني الانقلاب في مصر واليمن. كثير من الأزمات الكبيرة التي ظهرت فشل الأمم المتحدة في محاولة يعني وضع حد للانفلات الأمني الكبير، والوضع أيضا يعني معالجات للأمن والسلم العالمي الذي يتهدد المصالح الدول الكبرى والإقليمية في المنطقة، وبالتالي يهدد في انفراط وانفلات كبير لهذه المصالح في المنطقة. وبالتالي الأمم المتحدة تحاول أن تظهر نفسها بشكل يعني إيجابي، تحاول أيضا أن تعمل شيء أيضا لمعالجة هذه القضايا. يظهر أيضا هناك مبادرات كثيرة جدا في المسألة اليمنية في محاولة منها لمعالجة للوضع اليمني، لكنها تعترضها قلنا مصالح الدول الكبرى التي أيضا هي تعقد صفقات كبيرة من وراء هذه الحرب في اليمن، لديها مصالح مع دول التحالف مع دول الخليج، تبيع أسلحة بمليارات الدولارات. هذه الحرب تمثل يعني مكسب كبير ومصالح لهذه الدول التي تريد إدامتها واستمراريتها في اليمن، وبالتالي هي لا تفعل من دور الأمم المتحدة ولا تدعمها في طريق أيضا يعني ممارسة الضغوط والسير في اتجاه أيضا حل يعني عمل مسؤول وجاد في التحول إلى العمل السياسي. هذا من جانب. الجانب الآخر، هناك ضغوط أيضا من المجتمع المدني في المجتمع الأوروبي في اتجاه أيضا يعني إيقاف العملية العسكرية باتجاه الحديدة. كان هناك أيضا ضغوط في اتجاه أيضا إيقاف هذه العملية السياسية وإعطاء أيضا فرصة للعملية السياسية التي قادها أيضا المبعوث الدولي. هو الآن أيضا يواجه أزمة ويواجه صعوبة وعرقلة واضحة من قبل الإنقلابين. أعتقد أن الأمور ستدافع باتجاه أيضا الحل العسكري واتجاه أيضا إطلاق العنان للعمل العسكري. قبل ذلك دكتور، يعني ألا تجد أن الحوثيون أيضا يعني وجدوا أنفسهم لا توجد ضغوط حقيقية عليهم؟ يعني هو وضعهم كما هو منذ مشاورات الكويت، ما الذي جد؟ يعني حتى على مستوى التقدم العسكري لا شيء يذكر، على العكس أثبتت ربما الحكومة الشرعية فشل ذريع في المناطق التي حررتها بسبب التحالف الذي لم يمكنها فعليا من الحكم في هذه المناطق، فبالتالي وجدوا أنفسهم غير مضطرين للمشاركة لأنه لم يتضرروا عمليا من أي نقطة، الأوراق كما هي، الأرض كما هي، لا شيء يجبرهم على الذهاب.
صحيح، الانقلاب هو يستفيد من الوضع المزري في المحافظات المحررة، يستفيد أيضا من المظلة، من قصدي الحركات الميليشيات المدعومة من قبل الإمارات، الخراب الكبير في المناطق المحتلة، والانقلاب والاحتلال الذي أيضا نفذ إلى الساحات المحررة وإلى المواقع الاستراتيجية والموانئ في المناطق الجنوبية من الحصار المضروب من قبل دول التحالف وإغلاق المنافذ ومنع أيضا الحكومة الشرعية من يعني تصدير مواردها النفطية والغاز. وهناك أزمات اقتصادية الآن يعني متفاقمة في اليمن بسبب هذه الأوضاع الأمنية وأيضا الاقتصادية التي تقودها دول التحالف وميليشيات في المناطق المحررة. بالتالي هذا شجع الحركة الانقلابية على البقاء في المحافظات الجنوبية. أيضا شغل الشرعية وجمهورها بهذه الشواغل الجديدة التي أطلت برأسها على الساحة المحررة مكن أيضا للحركة الانقلابية وساعد أيضا في النفاذ. أيضا المجتمع الدولي شتت جهوده في الملف اليمني، كانت في المفاوضات السابقة هناك تركيز من المجتمع الدولي حول مسألة الانقلاب والشرعية، الآن أصبحت هناك مياه كثيرة تجري في النهر، أصبح هناك انقلاب، أصبحت هناك ميليشيات كثيرة في الساحة الجنوبية، قصدي هناك احتلال وميليشيات، وهناك أيضا أجندات لدول التحالف وانحراف عن مسار الدعم للشرعية من قبل دول التحالف، وهناك أيضا انقلاب يحاول أيضا يستفيد من كل هذه الخروقات في الساحة الجنوبية. بلا شك هذا يعني شكل عقبة أمام الشرعية وشتت جهودها وشوهها أيضا لدى المجتمع الدولي، وهذا ما تستفيد منه الحركة الحوثية وهي الآن تصدر هذه الموقف الجديد للمبعوث والمجتمع الدولي عموما. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الوهاب الشرفي المحلل السياسي من صنعاء. مساء الخير سيد عبد الوهاب. مساء النور والعافية. إذن سيد عبد الوهاب، كيف تابعتم يعني الطريقة التي فشلت فيها المشاورات بسبب عدم حضور وفد ميليشيا الحوثي؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين الكرام. هو بالطبع المسألة تمحورت حول قضية فشل إدارة العملية من قبل المبعوث الأممي أو مكتبه. هناك مسائل كان بطبيعتها يجب أن تحسب منذ وقت مبكر، وأن يعني أي اختلاف في وجهات النظر كان يجب أن يوقف عليها منذ وقت مبكر قبل الموعد، ولا يأتي الموعد إلا وكل المسائل قد حسمت. لكن ما حصل بأنه تم تحديد الموعد وتم تحديد ربما أجندات المشاورات، لكن الجوانب الفنية بالكامل لم يتم التعرض لها، وهذا الأمر هو الذي أدى إلى الحالة الحاصلة. هل الأسباب التي يعني طرحت كانت منطقية لعدم حضور الوفد المشارك، خاصة وأن يعني كثير من الناس كانوا يعولوا، وإن كانت يعني ليس ذلك التعويل كبير على نجاح هذه المشاورات خاصة أنها غير مباشرة، ولكن يعني جعل الناس يشعرون بأن الحوثيين لا يهتمون إلا بأنفسهم بقضاياهم الخاصة بمشاكلهم الخاصة، يعني أمور شكلية ولوجستية تجعل في ذلك مانعا لحضور المشاورات وإثبات حسن النية على الأقل. هو بالطبع المتابع للمسائل لمغادرة الوفود التي تمثل صنعاء عادة خلال الفترة الماضية أو خلال التجربتين الماضيتين يجد أنه لم تمر أي محطة بسلاسة. عندما خرجوا إلى جنيسترو عادوا وظلوا عالقين ثلاثة أشهر، أيضا عندما خرجوا لمسقط لا زال بعضهم عالق حتى اللحظة، وبالتالي المسائل هي لا تسير بسلاسة، هناك كدر من المخاطرة، ومسألة التطمينات كان يمكن أن يتم بحثها وتقديمها إذا كانت المسألة مسألة متجهة باتجاه فعلا الوصول أو تهيئة فرصة للنكاش وللتباحث لا يكون فيها أي طرف يظهر في مظهر المهيمن على طرف آخر والمتحكم في مساره وفي مصير عودته ووصوله. كل هذه المسائل في الأخير لها تبعاتها، الوفد لا بد أن ينظر لها من غير المنطقي أن تلقي بوحدك وبعد ذلك ليحدث له ما حدث، خصوصا أن هناك تجارب سابقة من الإعاكة خصوصا في مسألة العودة. هذه المسائل هو التي طالب بها وفد صنعاء وكان يجب تفهمها من جهة، والأمر الآخر أيضا أنه
هذه المسائل كان يجب أن تدور مع المبعوث الأممي فقط، ليس هناك دخل بالنسبة للتحالف العربي في منع أو في التعقم أو في التحليل. من حق التحالف العربي فقط أن يخبر بموعد الإطلاع وبالمسار أو بالخط الجوي حتى مغادرة أجواء الجمهورية اليمنية، أما غير ذلك فالمسألة لا تعني. هو طرف المسؤول عن إدارة العملية هو لا هو ليس طرف أستاذ عبد الوهاب، يعني حتى نوضح الأمور، الحوثيين كانوا طرف والحكومة الشرعية طرف، التحالف ليس طرف في هذه المسألة. ولكن دعني أسألك، يعني ربما أكثر من زيارة كانت لصنعاء من قبل المبعوث الأمم، في كل مرة يظهر بأن الحوثيون لديهم الاستعداد الكامل بحضور المشاورة. ألم يتم الاتفاق على هذه النقاط التي تعد رئيسية ومهمة بالنسبة لكم، والتي ربما بالنسبة للآخرين لم تكن بذات الأهمية، فظهروا بمظهر عدم حسن النية وعدم الالتزام بمواعيد الأمم المتحدة وقوانينها واحترام المجتمع الدولي؟ اولا فقط اضيف ان التحالف ضعيف من التوصيف السياسي، التوصيف السياسي لا يكون في الظاهر انه طرف بالفعل رغم انه هو المتحكم الفعلي في القرار، لكن في مساله الاداء والسير العمليه هو طرف واضح، لانه هو الذي يمنح التصريح وهو الذي يمنع وهو الذي يعني يتشرف تشرفات ليست من حقه وليست من يعني ما يخوله القرار الاممي بالنسبه للعمليه التي يقوم بها في اليمن. الجانب السؤال الذي وضعته في الأخير، نعم المشاورات كانت ذات أهمية وكان الأطراف صنعاء أبدوا يعني موافقة غير مشروطة وشكلوا الوفد بناء على طلب الأمم المتحدة بمذكرة رسمية وكانت الأمور تسير كما يجب، لكن في اللحظة الأخيرة عندما جاءت المسألة متعلقة بتحرك الوفد بما أنه متجه يعني بيئة فيها كدر من المخاطرات كان يجب أن يتفهم هذا الأمر من الطرف الآخر وأن يتم تدريب التسهيلات له بالشكل الذي لا يذهب ولديه أي تخوفات على مصيره. أعتقد أن هذا الأمر هو من الطبيعي وليست مطالبات صوت منطقية. لو كان قدم طلبا أو تشرفات متعلقة بالمشاركة أو بالأجندات بعد أن وافق على الذهاب، هنا يمكن أن نقول أنه تسبب في العركلة، لكن أنه يتحدث عن سلامة وصوله وسلامة عودته هذا امر اخر كان يجب ان تفهمه ولا يجب النظر اليه كاعاقه للمشاوره. نعم، اذا اسمح لي استاذ عبد الوهاب ان تبقى معي قليلا، سانقل هذه الفكره لضيفي هنا في الاستوديو دكتور عادل مسني. دكتور، يعني ربما كان لوفد ميليشيا الحوثي تجارب سيئه في السابق كما طرح الاستاذ عبد الوهاب، خاصه ان في المره القادمه تم يعني علق الفريق لفتره طويله ولم يستطع العوده. يعني ربما هو يشترط فعلا ما يضمن سلامة وفده المشارك، وهذا أحد حقوقه، خاصة بأن هذه الأمور يعني هو لا يريد أن يجعل التحالف مهيمن أو متحكم في مسار عملية ربما يرعاها الأمم، مبعوث الأمم المتحدة، وبالتالي هو الذي كان يفترض أن يسير هذه الأمور الفنية. هو في الحقيقة اتفق معه حول أن التحالف هو معرقل أيضا للعملية السياسية، وليس من مصلحته أن تسير أو تحل الأزمة اليمنية بطريق أيضا عملية سياسية تفضي أيضا إلى حل نهائي للأزمة. بالتالي التحالف مستفيد من الوضع كما هو عليه، كما هي الحركة الانقلابية، هذا من جانب. الجانب الآخر، لا أعتقد أن هذا مبرر صحيح بالنسبة للحركة الحوثية قياسا ل يعني المبادرات السابقة التي كانت تتحقق بوسائل مختلفة، لكن في حقيقة الأمر كانت تتباطأ وتتلكع عن الحضور. مفاوضات الكويت كانت فاضحة وكاشفة لأيام طويلة، يعني تأخرت عن الحضور، وكانت هناك أعذار أيضا في بيل تأخرت عن الجلسات الأولى والمفاوضات اللي قبلها. يعني هذا سلوك ممنهج يعني في الحركة الانقلابية، هي لا تبادر للعمل السياسي، هي تتخوف من أي عملية سياسية في اليمن لأن مكاسبها قامت على القوة وعلى السلاح وعلى هذا الطريق، وبالتالي هي لا تريد أيضا أن تلج، قلنا هذا المسار
وتريد أيضا أن تجسد هذه المكاسب التي حققتها وتدعمها عن طريق أيضا الرفض والتنصل من أي يعني ذهاب إلى في اتجاه أيضا عملية سياسية. هذا جانب. التحالف أيضا يعمق هذا الشعور بشكل كبير عن طريق أيضا خلق عقبات لعملية سياسية ناجحة تفضي إلى حل للأزمة اليمنية، لأنه له مكاسب أيضا في المحافظات الجنوبية في المواقع الاستراتيجية باب المندب والجزر اليمنية المهمة، وله أيضا حضور فاعل عن طريق أيضا أدوات مباشرة له في الأرض. المتضرر الوحيد من كل هذه الأطراف هي الشرعية، والتي ترحب وتتعاطى بشكل كبير ومسؤول مع العملية السياسية، وهذا يوضح أيضا من خلال أيضا حضورها المبكر وتفاعلها الكبير مع العملية السياسية. نعم، إذن أعود إليك أستاذ عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب، يعني أنت طرحت بعض النقاط التي وجدتها ربما مبررة لعدم ذهاب وفد ميليشيا الحوثي، ولكن لا الناس ولا المجتمع الدولي ولا أحد استوعب مثل هذه الإشكاليات. ربما الوحيد الذي ظهر متفهما لها هو جريفيث بقوله أن المشاورات لم تنتهي وأنها ستستمر، وعوضا عنها سيتنقل ما بين مسقط وصنعاء. يعني هل تجد بهذه الصورة التي توضع دائما العقدة في المنشار أمام أي مفاوضات تظهر، هل يمكن أن يفضي الوضع إلى حل سياسي بهذا الشكل؟ هو بالطبع لا أدري أنا، إذا لم يكن حديث المبعوث الأممي هو محل الاعتبار هنا باعتباره الطرف المحايد وباعتباره الطرف المسؤول عن إدارة العملية التفاوضية وباعتباره أيضا طرف ليس من مصلحته المهنية أن يفشل أن لا تعقد المشاورات، إذا لم يكن حديث هذا الطرف محل الاعتبار ويصبح محل الاعتبار هو حديث طرف هو خصم أساسا، فهذا الكلام هو يخالف المنطق العقلي ابتداء، أن نأخذ الكلام من الخصم ولا نأخذه من الطرف المحايد. بالنسبة للموقف، نعم المسائل كانت تعثرت في بدايتها في المحطات الثابتة، لكن هناك فرق بين تلك المحطات وبين التعثر في هذه المحطات. في المرات الثابتة كان هناك إشكال محوري متمثل في قضية اشتراط أطراف صنعاء بأن يكون هناك وقف إطلاق النار ثابت لأي عملية تفاوض، ومع ذلك لم يحدث في حينه وثارت المشاورات يعني في وقته. الآن نحن ربما نحسب هذه النقطة بأنها لصالح طرف صنعاء أساسا، ونحن قد كنا وجهنا نقدا لطرف صنعاء بأنه كيف يذهب هذه المرة إلى المشاورات دون أن يضع مسألة وقف إطلاق النار التي باتت يعني أحد الأمور. اسمح لي أستاذ عبد الوهاب، عند هذه النقطة يعني ربما سجلت في كل هدنة تسجل أستاذ عبد الوهاب، يسجل الحوثيون بداية اختراق لهذه الهدنة خاصة في تعز، لم يلتزم الحوثيون ولا مرة بأي هدنة، ولم يعش أبناء تعز أي يوم هادئ في فترة المشاورات السابقة. فعن أي يعني إذا كان ما تقصده من يعني عدم ضرب سلاح أو إيقاف النار هو قصف الطيران الجوي، فهذا أمر عجيب. يعني هل تجدون فقط أن وقف إطلاق النار هو فقط القصف الجوي، أما ما يحدث على الأرض فهو مجرد يعني الأطفال يلعبون في الحارة؟ نحن نتحدث عن وقت إطلاق كامل إطلاق النار جوا وبرا وبحرا. هذا الأمر الطرف الآخر هو يتحمل مسؤوليته، على اعتبار أنك لو راجعت كل مرات الحديث عن الهدن وعن وقت إطلاق النار كانت المسألة عبارة عن خطابات إعلامية بينما يتم إجهاض إنشاء أي هيكلية. نعم اسمح لي، دعيني أكمل الفكرة لو سمحت. تفضل. يعني تم إجهاض المسألة في جنيف، تم الخروج بأن يتم تشكيل لجنة دولية للرقابة على إطلاق النار، وتم إجهاضها من قبل تحالف العدوان، وذهبوا إلى ما يعرف باتفاق ظهران الجنوب واستبدلوها بلجان مشتركة لا تقدم ولا تؤخر لاستمرار العمل. وبالتالي مسألة وقف إطلاق النار كان يجب من هو جاد أن يمضي في قضية إنشاء هيكلية محددة
أممية هي التي تحدد من هو الذي ينتهك ولا ينتهك. نعم، إذا أستاذ عبد الوهاب يعني يوسفني أنه في الأخير الأمر يعني يخضع لتراشقات إعلامية، كل طرف يتهم الآخر بإفشال الهدنة وبإفشال المفاوضات وبحسب تسجيل النقاط. هو اللجنة الأممية. نعم، لكن الأممية للحق. في 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 نهاية الأمر يعني اليمني هو المتضرر الوحيد في كل هذه يعني التخبطات. شكرا جزيلا لك عبد الوهاب الشرفي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. كلمة أخيرة لك الدكتور عادل، برأيك يعني ما الذي يمكن للحكومة الشرعية عمله في ظل عودتها بعد هذه المشاورات التي لم تؤل إلى شيء؟ في حقة الأمر يعني اليمن أصبحت أسيرة لمصالح الدول الإقليمية التي تتصارع في اليمن. المتضرر الوحيد هو الشعب اليمني. الآن الحوثيين يلقون باللائمة على الانقلاب على التحالف، والتحالف أيضا يلقي باللائمة على الحوثيين، والحرب استمرت لأربع سنوات تحصد اليمنيين وتصنع أبشع مجاعة إنسانية في التاريخ وأسوأ أزمة في الكون. وبالتالي اليمنيين ولا زالت أيضا نذر الحرب قائمة، والجميع يلقي باللائمة على الآخر. الوحيد هو التي يتعاطى بشكل إيجابي هي الشرعية التي تعني بهذا الشأن والتعامل بمسؤولية. لا أحد اكترث المصالح اليمنيين ولا لمعاناة وعذابات الشعب اليمني. وبالتالي نحن نعول على أيضا الدورة الشرعية وعلى أيضا توسيع دورها ومؤسساتها في الشارع اليمني، على الحل العسكري، الحل العسكري المنضبط، وعلى أيضا تحقيق تفاهمات مع الشرعية باتجاه أيضا يعني تحقيق عمل عسكري جاد في استعادة الحديدة، وتوجيه أيضا ويعني حسم يعني يسير أيضا بشكل ملموس يتوافق أيضا مع الأهداف الداعمة لاستعادة الدولة ولاستعادة الشرعية. نتطلع أيضا لدور مسؤول من قبل دول التحالف في دعم وسند الشرعية في مسعاها من أجل استرداد دولتها ومؤسساتها. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.